السماوات ومن الأرض ومن ما بينهم ملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قاله العبد كلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. ونحن في آخر شروط المتابعة أو الاقتداء أو في أثنائها. احنا قلنا في الجلسات السابقة إن شروط القدوة 12 شرطا، قالها في الشعر وافق النظم، أول حاجة الموافقة، وافقة نظم الصلاة، وتابع والمتابعة، واعلم أفعال متبوع، واعلم أفعال الإمام، ما كان يجمعا وتبقى في مكانه، واحذر لخلف فاحش، وإيه ومتخلفوش خلف فاحش لا بالسبق ولا بالتأخر، تأخر في موقف، تأخر في موقف يعني يقف خلف الإمام مع نية فحرري. وإحنا كنا بنتكلم في موضوع تأخر في موقف، إحنا قلنا فإن تقدم عليه بعقبه مثلا، إيه يعني في أثناء الوقوف، وقفنا عند إيه؟ عند قوله في جهته ما لم يتقدم عليه يعني على إمامه، فإن تقدم عليه بعقبه في جهته لم تنعقد صلاته، أي في جهة إمامه. أما في جهته احترز به عما لو كانوا عند الكعبة، لأن الكعبة دي عبارة عن حاجة مستديرة كده، مكعب مستدير، فالناس بتقف حواليها داير داير، فممكن الإمام يبقى متقدم من جهة الكعبة أو متأخر. فإن صلى متأخرا من جهته وأنا جيت رحت لازقت الكعبة في الجهة المقابلة، يبقى شكلي لو عملت خط كده متقدم عليه، خط داير داير، لكن أنا طالما في جهة غير جهة الإمام أبقى مش متقدم عليه. فقال في جهته عشان احتراز من الكعبة، كويس، احتراز من الكعبة، احترز به عما لو كانوا عند الكعبة. يعني لو ما قالش في جهته كنا هنجد مشكلة، إن اللي بيصلي في الكعبة إلى جهة غير جهة وقوف الإمام هيبقى قد يكون متقدم عليك، فيجي يقول كده مش حيف. فلما قال في جهتي خرج إيه؟ الصلاة عند الكعبة. احترز به يعني احتاط عما لو كانوا عند الكعبة واستداروا حولها، يعني عملوا دائرة حول الكعبة، فإنه لا يضر كون بعضهم أقرب منه إليها في غير جهته، يعني أقرب من الإمام للكعبة. إيه؟ في غير جهة الإمام، الإمام واقف في جهة الكعبة اللي فيها باب الكعبة مثلا، متأخر حوالي 20 متر، وأنا في الجهة المقابلة لازق في الكعبة على طول، يبقى مش متأخر، يبقى أنا كده في غير جهة الإمام، يبقى لا يضر. وعلشان كده لا يضر كون بعضهم أقرب منه إليها، أي منه من الإمام إليها أي إلى الكعبة. خد بالك عود الضمير مهم في مثل هذه الكتب، في غير جهته أي في غير جهة الإمام، كما لو وقف في الكعبة واختلف جهة فإنه لا يضر تقدم المأموم على الإمام في غير جهته، كما لو وقف في الكعبة، لو صلينا جوه الكعبة أنا والإمام وقفنا جوه الكعبة فتحوا لنا الباب ودخلنا جوه، كويس، والإمام بقى متوجه لجدار الكعبة اللي جهة الباب ده، وأنا بقيت متوجه لجهة تانية، وقد أكون يكون الإمام متوجه لجدار الكعبة وبينه وبين جدار الكعبة 1.5 متر، وأنا متوجه لجدار آخر غير جدار الإمام اللي أنا بصلي بيه مأموم،
على بعد ايه نص متر بس، يبقى انا كده متقدم عنه شويه لان انا قرب الجدار نص متر واقرب الجدار بينه وبين الجدار متر ونص، طالما في غير جهته لا يضر. واضح؟ طلع لو جوه الكعبه. كما لو وقف تثنيه هنا للامام والمأموم في الكعبه اي بداخل الكعبه واختلف جهة كل واحد لجدار شكل فإنه لا يضر تقدم المأموم على الإمام في غير جهته. يعني بيحسب التقدم ايه بالمسافة اللي بين المصلي وجداره. واخد بالك؟ ادي معنى بيحسبها بالطريقة دي. فإنه لا يضر تقدم المأموم على الإمام في غير جهته بخلاف ما لو اتحد جهة. لكن لو احنا الاثنين اتجهنا الى جدار واحد للكعبة وانا تقدمت على الامام هنا يضر، هنا يضر. فاهم الكلام؟ ولو وقف الامام فيها والمأموم خارجها. هنا صورة تالي. لو وقف الامام داخل الكعبة والمأموم خارج الكعبة جاز وللمأموم التوجه لأي جهة شاء. في الحالة دي بقى يتوجه المأموم لأي جهة شاء لأن الإمام متقدم لأنه ده في قلب الكعبة وأنا خارج، ما يفرقش أنا معايا بقى حتى لو في وشه. فهمت؟ لأنه هو داخلها يبقى هو متقدم عليا يقينا. وللمأموم التوجه لأي جهة شاء ولو وقف بالعكس. لو المأموم بقى داخل الكعبة والإمام خارجها ولو وقف بالعكس جاز أيضا، لكن بايه؟ بشرط هنا بقى في الحاله دي لا يتوجه المأموم الى الجهه التي توجه اليها الامام لئلا يكون متقدما عليه في جهه. لان لو المأموم داخل الكعبه وتوجه لنفس الجهه المتوجه ليها الامام يبقى في الحاله دي هيبقى متقدم على الامام بتاعه، ما ينفعش. فاهم؟ يبقى لو تقدم عليه بعقبه في جهته لم تنعقد صلاته. يعني لو تقدم على الإمام بعقبه ونوى تكبيرة الإحرام مأموما ما تنعقدش الصلاة، ما دخلش في الصلاة لأنه متقدم على الإمام. فهمت إزاي؟ لم تنعقد صلاة، أي إن كان ذلك في ابتداء الصلاة. لو كان في ابتداء الصلاة يعني مع تكبيرة الإحرام، وإلا بأن كان في الأثناء. طب افرض في أثناء الصلاة في الركعة الثانية في الركعة وتقدمت عليه لحظة كده وأنا بعدل نفسي وبقدم عشان أقف أي من ركعة ثانية للثالثة. في ناس كده يجي يما يقوم يروح بقدم وبعدين يرجع تاني. شو بتحصل؟ بتشوف ناس كده؟ أنا تبطل صلاة في لحظة. وعلشان كده يبقى في الحالة دي طالما هو عامل حساب إنه بيتقدم شوية يبقى يصلي خلف إمامه بثلاثة أذرع عشان يعمل حساب التقدم ده. وإلا بأن كان في الأثناء، في أثناء الصلاة كالركعة الثانية الثالثة في أي لحظة منها بطلت. يبقى لو كان تقدم عليه في الموقف بعقبه مع تكبيرة الإحرام لم تنعقد، ولو تقدم أثناء الصلاة بطلت الصلاة. كويس؟ ولا تضر مساواته لإمام. يبقى التقدم يضر مطلقا سواء في أول الصلاة فلا تنعقد أو في أثناءها فتبطل. كويس؟ ده التقدم يضر مطلق. طيب المساواة بقى، واقف بمحاذاته مساواة في الموقف أو مساواة في الأقوال. هو بيقرا الفتحة في الأوليين وأنا بقرا الفتحة معاه في نفس لحظة قراءته، أو مساواته في الأفعال. هو يا دوب بيرفع إيده عشان يقول الله أكبر ويركع وأنا معاه. مساواة. فهمتني إزاي؟ يبقى هنا بقى ولا تضر مساواته لإمامه أي في صحة الاقتداء. يبقى تنعقد إيه؟ إلا أنها مكروهة، وطالما مكروهة يبقى مفيش تضعيف. يبقى صلاته هتبقى صحيحة مقتدي وجماعة لكن بلا تضعيف. ولا تضر مساواته لإمامه، ولا تضر مساواته لإمامه أي في صحة الاقتداء وإن كانت مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة. علشان تعرف ايه الحاجات اللي بتفوت فضيلة الجماعة، في حاجات كتيرة اهي
مكروهات في أثناء صلاة الجماعة بيعملها كثير من المصلين، وهي بتفوت فضيلة الجماعة وإن كانت صلاتهم صحيحة. مفوتة لفضيلة الجماعة ليس في كل الصلاة، فيما ساوى فيه الإمام. أنا سويته في ركوع واحد يبقى ده بس ما فيهوش تضعيف، واللي ما سويتوش فيه فيه التضعيف. كويس؟ أنا سويته في الفتحة في الركعة الأولى لكن ما سويتوش في الثانية، يبقى فيما سويت فيه الإمام بس يصح الابتداء بلا تضعيف، وفيما لم أساويه فيه يبقى فيه التضعيف. كويس؟ فهمت المسألة؟ بتفرض الصلاة في اللي ما ينفعش مثلا يبقى الركعة بس هي اللي تبطل مثلا يعني لما تبطل الركعة تبطل كل ما عليها، يبطل كل ما عليها. ما هو تبطل يعني ايه؟ تبطل يعني يعني تمسح اللي قبله. ادي معنى يعني اللي قبله خلاص اتهد. حتى لو مش عارف ان هو قدم متقدم عنه؟ لو مش متيقن خلاص. لو مش متيقن هي صلاته صحيحة عند المالكية، لكن الكلام ده مذهب الشافعية. يبقى وإن كانت مكروهة اللي هي المساواة مفوتة لفضيلة الجماعة فيما ساوى فيه، كما هيديك أمثلة، كما لو قارنه في شيء من أقوال الصلاة وأفعالها التي يطلب فيها عدم المقارنة، كالفاتحة في الأولتين. الفاتحة في الأولتين اللي هو بيقرأ فيهم فاتح جهرا يعني في الأولتين جهرا، انما في السريه ما فيش مشكله، ما احنا هو بيقرا وانا بقرا، دي في السريه. لا الحنابلة مع الفتح والفتح دي مش عندنا الشافعيه. لا ما ده كتاب شافعي. انا قصدي ان هو الحنابلة هم اللي بيقولوا يجوز ان نختار غير الفتحه ايام نختار بعدين. ما انت هنا بتقرا بعديه الايه، انت مش مساوي هنا. هو بيقول الحمد لله يا رب العالمين، انت تقول الحمد لله يا رب العالمين في سكوت الامام، يبقى انت هنا بتقول بعده. احنا بنقول المساواه يعني هو بيقول وانا بقول في نفس لحظته، الحرف مع الحرف والكلمة مع الكلمة، هذه مساواة. إنما اللي بيقول بلحظة سكوت الإمام آية وراء آية خلاص يبقى مش مساوي. كالفاتحة في الأولتين والسلام، يجي يسلم تسلم معاه، هيحوط رقبته كده ويسلم تروح معاه، يبقى برضو يفوت فضيلة الجماعة. وجميع أفعال الصلاة في ابتدائها، وأي فعل من أفعال الصلاة في بداية الفعل لما سويه يضر، يضر في ايه؟ في تفويت فضيلة الجماعة، لكن لا يضر في صحة الابتداء. واضح؟ كأن يبتدئ الركوع معه، يبتدي يركع معه، ويبتدئ السجود معه، وهكذا، بخلاف دوامها، بخلاف ايه؟ المداومة في مساواة الإمام. يعني الإمام ركع، هاجي انا اركع وراه، ونيجي بعد كده نبقى احنا مداومين في الركوع مع بعض متساويين. يبقى لا يضر في المداومة لكن يضر في الابتداء. يبقى المساواة غير مطلوبة في الابتداء ومطلوبة في المداومة. يبقى هو ساجد وانا ساجد، لكن في ابتداء السجود اسجد معه، لكن في استمرار السجود ابقى مداوم معه. فهمت كلام الشيخ؟ وعلى شكرا بيقول ايه؟ وهكذا بخلاف دوامها، اللي هي بخلاف دوامها، يعني دوام الايه؟ المساواة. الهاء الضمير دي تعود على المساواة. بخلاف دوامها اي دوام المساواة. ومعلوم ان التحرم اللي هي تكبيرة الاحرام لابد ان يتأخر فيه عن تحرم امامه احتياطا له. يبقى الإمام يقول الله أكبر، أبتدي أنا أقول همزة الله بعد ما يقول راء أكبر، بعد ما يقول راء أكبر خلاص سكت أهو، سمعت الراء أروح قايل أنا الله أكبر في البداية. واضح؟ ويندب يعني ما ينفعش هو يقول الله وداخل على أكبر وراح قايل إيه؟ الله معاه الله بتاعته. ممكن انا اقول في الاخر الله اكبر بسرعه ويجي في اكبر بتاعته وهو يمد شويه، مش كده برضه؟ انا عيب او يجي له ضغط، اي حاجه تحصل، مش تحصل او بس الاقي نفسي خلصتها وهو لسه بيخلص فيها، يبقى انا كده سبقته لا تنعبد.
فالاحتياط عشان كده الاحتياط ايه؟ ان انا استنى ما يخلص خالص تكبيرة الاحرام خلصها خالص وصوته ينقطع اروح ناوى انا بقى. واضح؟ حصل كده عادة ايه؟ طبعا ما انعقدش ما انعقدش واخد بالك يعني هتدخل في الصلاة من جديد. ويندب تخلفه عن امامه. يبقى احنا قلنا يكره مساواة الامام يبقى يستحب تخلفه عن الامام. يعني ايه؟ يعني يبقى وراء امامه في كل الافعال والاقوال وراء. ادي معنى تخلفه عن الامام، تأخري عن الامام حتى ينتهي من ايه؟ من حركات. ويندب تخلفه عن امامه اي استعمالا للادب وللاتباع وقوله قليلا اي بان يكون هذا في الموقف. ويندب تخلفي عن امامه ده بالنسبة للموقف في وقوفه اي بان يكون ثلاثة اذرع فاقل. لو هيصلي هو وامامه لوحدهم يبقى يحط عقبه خلف عقب امامه بمسافة على الاقل على الاقل بطول رجل امامه. يعني يحط اطراف اصابعي عند عقب امامه ده لما يكون هيقف مع الامام، او يتراجع عنه الى ثلاثة اذرع يعني متر وعشرة ولا وعشرين سنتي. كويس؟ قد السجادة دي اللي هي سجادة الصلاة المعتادة. لو زاد عن ثلاثة اذرع يصح الاقتداء بلا ايه؟ بلا تضعيف. واضح الكلام؟ ده الكلام ده ما يبقوا اثنين مع بعض. يكره طالما هيكره انه يبعد عنه يبقى وقع في ايه؟ في ضياع التضعيف. فعشان كده يقول ويندب تخلفي عن امامه اي استعمالا للادب وللاتباع وقوله قليلا. كلمة قليلا دي يعني بان يكون ثلاثة اذرع فاقل، اقصى تأخر يبقى ثلاثة اذرع. قلنا الذراع حوالي 40 سنتي، ثلاث اذرع متر وعشرين دي اقصى حاجه يتاخر عن امامه فيه، اكتر من كده مشكله. فاقل عايز يقلل ما يضرش على بعد ذراع واحد نصف ذراع، يبقى اقل حاجه يحط اطراف اصابع قدمه عند عقب امامه. كويس؟ لكن كتير من الجماعه اياهم اللي هم مش قارئين في الفقه يجي اما يصلي مع امامه اثنين بس يروح واقف بمحاذاته بالظبط. بتحصل الحكايه دي. المشكله دي بقى مساواه الامام في الموقف يصح معها الاقتداء مع الكراهه فتفوت فضيله الجماعه اللي هي التضعيف، ولكن يصح الاقتداء. وبعدين في اي لحظه في اثناء القيام والركوع والجلوس قد تتقدم لحظه، فاذا تقدمت تبطل عند الشافعيه. واضح واضح الحكايه دي؟ فالواحد يحتاط. ايوه هكلم اكمل السطر ده بس. فان زاد على ثلاثة اذرع متخلف عن امامه اكثر من ثلاثة اذرع فاتته فضيلة الجماعة. خدت بالك؟ ايوه اتفضل. ايه بالنسبة لواحد وزوجاته يعني هو المفروض هي تبقى واقفة برضه ثلاثة اذرع خلفه بثلاثة اذرع ممكن برضه تبقى عند ولا ده بالنسبة للرجل بس؟ ده بالنسبة للرجل لان المرأة تكون صفا، والصف اللي هتعمله المرأة بتعمله على بعد ثلاثة أذرع لو هي وحدها هي وجوزها. واخد بالك؟ فرضت هي ثلاثة أذرع على قد السجادة دي فرضت لوحدها؟ أيوه لوحدها لأن هي تكون صف. أمال هتلسى فيه تنقض وضوءه بقى يجي وهو طالع قايم يلمس إيدها يتنيد وضوءه، ما هو يبقى على خطر عظيم. ما عند الشافعية مجرد لمس المرأة كده هينقض الوضوء، مش كده برضه؟ يبقى وراء بقى خلاص. حتى المحارم على التأبيد ما ينقضش الوضوء بلمسهن. المحارم على التأبيد مش على التأقيد. أم الزوجة المدخول بيها حماتك، واخد بالك؟ طالما دخلت بنتها بقت حرام على التأبيد، حتى لو طلقت بنتها ما تعرفش تتجوزها دي خالص. أمك حكمها زي حكم الأم، فيبقى ممكن تسلم عليها وتصافحها وانت متوضي وما يتنقلش وضوءك لان دي حرام على التأبيد. انما اخت الزوجه حرام على التأقيد، مش كده؟ طول ما انا متجوز اختها ما ينفعش اتجوزها، يبقى دي حرمه مؤقته، يبقى ينتقد الوضوء بلبسه الزوجه نفسها. الزوجه لان هي محل الشهوه،
او لمستم النساء، واخد بالك؟ يبقى الزوجة نفسها ينتقل الوضوء بالأمثلة، ان هي محل الشهوة المباحة، واحنا قايلين ان الشهوة دي تنقض الوضوء، مش كده برضو؟ بس قوله لا يصير بهذا التخلف منفردا عن الصف، يعني لما يبقى متخلف عن امامه في حدود حد اقصى 3 أذرع يبقى لا يصير منفرد عن الصف طالما في حدود 3 أذرع، اي لانه مطلوب، لان التخلف عن الامام شيء مطلوب، فما يعتبرش كده متخلف. وقول حتى لا يحوز فضيلة الجماعة تفريع على المنزل، حتى لا يحوز فضيلة الجماعة تفريع على المنفي هو صيرورتي منفردا عن الصف، لا على النفي هو عدم صيرورتي منفردا عن الصف. ويؤخذ منه يعني بيقول لك ان ده تفريع على انه يؤدي الى، يعني لو زاد لا يحوز فضيلة الجماعة، يعني اذا انتفت الثلاثة اذرع بالزيادة انتفت فضيلة الجماعة، فده معطوف على النفي، معطوف على النفي، فهمت ازاي؟ وهو سيرورته منفردا عن الصف لا على النفي، وهو عدم سيرورته منفردا عن الصف. ويؤخذ منه ان الانفراد عن الصف، يؤخذ منه هنا ان الانفراد عن الصف مفوت لفضيلة الجماعة كما هو مفوت لفضيلة الصف، فهو مكروه. لما اجي ايه ادخل انا واعمل صف الواحد، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، مش كده برضو؟ يبقى انا لما يبقى الانفراد خلف الصف ده يفوت فضيلة الجماعة. ويؤخذ منه ان الانفراد عن الصف مفوت لفضيلة الجماعة ومفوت لفضيلة تانية وهي فضيلة الصف نفسه، لان انا وانا واقف في الصف فيها فضيلة، مش كده برضو؟ في فضل في ايه؟ في ان انا جزء من الصف، يعني كوني ان انا عامل جزء من الصف ده وسدد فرجة بجسمي دي فضيلة لوحدها، وان انا خلف الامام دي فضيلة تانية، يبقى عندي ايه؟ يفوت فضيلة الجماعة ويفوت فضيلة ايه؟ الصف. فهو مكروه مفوت للفضيلتين، فضيلة الجماعة اللي هو التضعيف وفضيلة الصف. من وصل صفا وصله الله، مش كده؟ لو الصف الاولاني كامل وما فيش اي فرجة، او ما انا ايه اعمل صف لوحدي انوي واسحب واحد من الصف اللي امامي. يجي ورا، اروح حاطط ايدي على كتف واحد، يا اما من اللي ايه من اللي على يمين الامام، من امامي اللي على يمين الامام، او ان انا اجي اقصى يمين الصف الثاني، يعني ابتدي خلف الامام واسحب واحد وبقيت الصف كله يضم عشان هتبقى فيه فرج، يا اما اجي في اقصى الصف اليمين واخد ايه الاخير. ممكن استنى حد جاي، لو ده فتح استنى لغايه قبل ما يرفع اصلي حد ايه؟ لو انت سامع ان في واحد بيقلع الجزمه وداخل، واحد ايه شغال على حنفيه وبيقفلها، عارف ان في واحد، او انت واحد صاحبك داخل معاك وقال لك انا هتوضى وجاي، يبقى في الحاله دي هتصلي خلف الصف وهيجي يكمل معاك، والفتره اللي انت صليتها خلف الصف لوحدك على ما جاء مش محسوب فيها التضعيف، يدخل التضعيف من اول ما يجي يقف جنبه، واضح؟ وده يخليك لما تدخل في مسجد تبص قبل ما تقف في اي صف، شوف الصفوف المتقدمه اي فرجه سدها، كويس؟ ليه؟ لان وجود فرجه في الصفوف المتقدمه يمنع تضعيف الصلاه في الصفوف المتاخره وصلاتهم صحيحه. ليه؟ لان يكره انشاء صف مع وجود فرجه في الصف المقابل، فيبقى كل اللي انشاوا صفوف متاخره وما سدوش الفرج في الصفوف المتقدمه عملوا مكروه، وعمل المكروه يؤدي الى فوات فضيله الجماعه. فهمت القاعده دي؟ تاخد بالك من الحته دي، كثير من الناس يغفلوا عنها. يعني انت ما تخش وتلاقي الناس بتصلي، اقف لحظه كده وبص بعينيك، بص بعينيك علشان تشوف اي فرجه تخش تسدها الاول. فخد بالك. ويؤخذ منه ان الانفراد عن الصف مفوت لفضيله الجماعه كما هو مفوت لفضيله الصف، فهو مكروه مفوت للفضيلتين، اعني فضيله الصف
وفضيلة الجماعة، وقيل إنه مفوت لفضيلة الصف دون فضيلة الجماعة، قيل، وده رأي ضعيف في المذهب، ونرجو إن يبقى صحيح اللي يبقى علشان إيه يكبر نقص الناس. وقيل إنه مفوت لفضيلة الصف لكن فضيلة الجماعة لا. وهذه المسألة هي المشهورة بمسألة تخرج الصفوف، وقد عمت البلوى بها خصوصا في الجامع الأزهر يوم الجمعة، عشان الجامع الأزهر متسع قوي، فتملي بتلاقي الصفوف متخرقة. وإن صلى الإمام، هي أنا بقى الصورة هنا دخلنا في صورة جديدة، وإن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد حال كونه قريبا منه، أي الإمام بأن لم تزد مسافة ما بينهما على 300 ذراع تقريبا، كويس، وهو أي المأموم عالم بصلاته أي الإمام ولا حائل هناك، أي بين الإمام والمأموم، جاز الاقتداء، جاز الاقتداء. لكن هل في فضيلة جماعة؟ ما فيش فضيلة الجماعة، لكن يجوز الاقتداء. ما هو مع الزحام وامتداد الصفوف صلوا برنا عشان عالم يوصلوا جوه تكون الصلاه وصلت. يجوز الاقتداء ولكن ما ياخدش فضيله الجماعه على مذهب اللي هو التضعيف. ما هو الامام داخل المسجد، ما هو الامام داخل المسجد وانا حصل لي خارج المسجد، يبقى لازم هكون خارج خلف الامام. كيف تتصور بانه الامام داخل المسجد وانا اصلي قدامه؟ لازم انا اتقدم قدامه. لا ما ينفعش اتقدم على الامام، وهم عاملين لك حتى علامه كده رسمنا لك على الصف، عاملين لك خط يقول لك ده خط الامام عشان ما حدش يتقدم. ما حضرتك مره قلت لنا في الشارع المحمديه او مستلف القران ده مذهب الملكيه، مذهب الملكيه احنا بنشرح مذهب الشافعي. ملكيه الشافعي وغير الزحام. يبقى فبيقول هنا ايه، جاز الاقتداء وتعتبر المسافة المذكورة اللي هي 300 ذراع دي من اخر المسجد، مش من خلف الامام على طول، من اخر المسجد، طالما حصل لي خارج المسجد. زي ما يبقى في محل مثلا واحد فتح محل على الرصيف الثاني والمسجد قدامه على الرصيف ده، هو مش عايز يسيب محل وشايف الصفوف من الباب المفتوح، كويس، لازم يبقى مش تابع واعلم حركات متبوع، من لازم تتوفر حاجات واعلم مع حركات متبوع، ما الحاجات دي لازم تتوفر مع اللي قبله، لازم يعرف حركات المتبوع وسامع الصوت ما يضرش طالما ولو ترى واخد بالك او مسأة او حاجات من دي. المهم يعلم حركات متبوع، يبقى عارف حركات المتبوع اما بسماع صوت الامام والنهر او طريق او صف من الامام. هيجي لك الوقت الخلافات، ما هو فيها خلاف كتير بين المذاهب، احنا بنشرح دلوقتي مذهب الشافعي. يبقى لازم يبقى ايه، وتعتبر المسافه المذكوره من اخر المسجد وان كان الامام من اخر المسجد. الصوره اللي بعد كده حاجه ثانيه، هناخد الاول الصوره الاولانيه، وان صلى الامام في المسجد والماموم خارج المسجد ومثل ما ذكر عكسه بأن صلى المأموم في المسجد والإمام خارج المسجد، فلو جعل ضمير صلى عائدا على أحدهما فيكون التقدير صلى أحدهما في المسجد والآخر خارج المسجد لشمل الصورتين، وسلم من سكوته عن صورة العكس، فهاتان الصورتان مستويتان في الحكم. حال كونه، أشار الشارح إلى أن قوله قريبا منه حال، أي حال كون المأموم قريبا منه أي الإمام، لو جعل الضمير راجعا للمسجد أحسن، قريبا منه أي من المسجد يعني، كما صنعه غيره كالشيخ الخطيب الشربيني لكان أولى وأحسن، وكان يستغني عن قوله الآتي وتعتبر المسافة المذكورة من آخر المسجد. لو قال منه ويقصد الضمير على المسجد ما يحتاجش يقول لك إيه الحتة دي، بأن لم تزد تصوير لكونه قريبا، يبقى ما تزدش عن 300 ذراع. لو كان بقى المسافة اللي بينه وبين الشارع ده أكثر من 300 ذراع بينه وبين جدار المسجد يبقى ما ينفعش، ولو كان النهر ده عريض قوي أكثر من 300 ذراع ما ينفعش، واخد بالك، يبقى لازم في الحدود دي. 300 ذراع يعني كام؟ يعني حوالي 120 متر، حوالي 120 متر تقريبا، كويس، وهي تقريبية على فكرة، ما يضر زيادة ذراعين أو ثلاثة أو قلته، لأن مسافة تقريبية وليست تحديدية، مسافة على التقريب.
بأن لم تزد تصوير لكونه قريبا. وإذا كثرت الصفوف طيب أو الأشخاص، طب افرض كثرت الصفوف والأشخاص، يبقى العبرة بالمسافة بيني وبين آخر صف، طالما الصف ده متصل بصفوف المسجد مش بجدار المسجد. بقى افرض المسجد امتلأ والصفوف خرجت بره المسجد وانا بصلي كمان خارج المسجد، يبقى المسافة المعتبرة دي بيني وبين ايه؟ بين اخر صف متصل بصفوف المسجد، يبقى كأن اخر صف متصل بصفوف المسجد كأنه جدار بالنسبة لي. خدت بالك؟ فالشرط الا يزيد ما بين كل صفين او شخصين على 300 ذراع تقريبا، وان صار بين الاخير واخر المسجد فراسخ. لكن مع العلم، مع العلم بانتقالات الامام كما هو معلوم، مع العلم بانتقالات الامام لازم يشترك كده مسافة ما بينهما، اي الامام والمأموم على مقتضى اول كلامي، وان كانت المسافة معتبرة في الحقيقة بين اخر المسجد والمأموم كما سيذكره الشارح. واضح الكلام؟ على 300 ذراع تقريبا، فلا تضر زيادة 3 أذرع او اقل، لان المسافة تقريبية لا تحديدية. خد بالك ان هنا هيصح الاقتداء لكن بلا فضيلة الجماعة، بلا التبعيد. واضح؟ طيب امال ليه هيصلي كده؟ انا مش هياخد تبعيد، لان لو صلى جماعة وخد الصلاة ثواب الصلاة جماعة واحدة افضل من صلاة منفرد. فهمتني ازاي؟ لان صلاة الجماعة لوحدها ليها فضيلة زائدة لوحدها، لو خدها فريضة واحدة جماعة غير فريضة واحدة منفرد. فهم؟ فلو راعى بقى كل الاداب يبقى فريضة الجماعة زائد التضعيف كمان، يبقى ايه؟ فضل فوق الفضل. فهمتني؟ لحسن تيجي تقول طب وانا ليه بقى هصلي اقتدي طالما مش هاخد فضيلة الجماعة؟ لان لو ما خدتش فضيلة الجماعة اللي هو 27 ضعف، يكفيني ان الصلاة جماعة لوحدها وهي وحدها كده افضل من صلاة منفرد بكثير، خصوصا لو زادت عدد الجماعة او كان الامام من اهل الولاية والصلاح، او كان المكان فيه شرف للصلاة، يعني في عوامل اخرى تخلي الصلاة لها فضل اخر، كان يكون يصلي في الحرم او شيء من هذا. يبقى فضيلة الجماعة تفوت اذا زادت المسافة بين الامام والمأموم او بين الصفوف كل صف واللي بعديه 3 أذرع فما زاد. خدت بالك؟ وهو اي المأموم عالم بصلاة اي الامام، اي باحد الامور المتقدمة، يبقى عارف صلاة الامام ازاي وهو بيصلي على بعد 300 ايه ولا نور، على بعد 300 ذراع. خدت بالك؟ وهو على بعد 300 ذراع، يبقى عالم اما بالرؤية صلاة الامام يبقى عارفها بالرؤية، او بالسماع كأن في ميكروفون سامع الحركات، او برؤية الصفوف اللي هي ايه والباب مفتوح. رؤية الصفوف والباب مفتوح دي بحد ذاتها برضو وسيلة للعلم. يبقى كالرؤية للامام او لبعض صف، وكسماع صوت او صوت مبلغ اللي هو الراجل اللي بيقعد عندك، اخذ بقى الامام يقول الله اكبر يقول الله اكبر، ده اسمه المبلغ. قد يكون بيسمع صوت المبلغ وما يسمعش صوت الامام. ينفع السيد احمد صديق ابو مالك خد حاجه جديده في الكتاب ده؟ لا لا لا، السيد احمد الصديق الغماري اولا هو ملكي، يعني منشأه ملكي، والملكية عندهم حتى لو تقدم على الامام في الموقف ما يهموش. كان على الصلاة خلف المذياع. طيب ما هو علشان الصلاة خلف المذياع، حتى لو قلنا قد يكون المسجد ده متقدم عليك في جهة القبلة او متأخر عليك في جهة القبلة، هتبقى فيها اشكال، اشكالية انك انت هتبقى متقدم على الامام، فما تنفعش على مذهب الشافعي. لا، فهو عنده الحكاية سهلة. قول ولا حائل هناك، اي بحيث يمكن الوصول الى الامام، ويشترط هنا ان يمكن الوصول اليه من غير ازورار وانعطاف. خد بالك ان قبل كده قلنا لو صلى مع الامام وهما الاثنين في المسجد ممكن يصلي مؤتما بالامام ولو في الطرقة اللي هي في المسجد مفتوحة، ولو كان عشان يوصل للامام يحتاج انه يحود ويلف ما يضرش. لكن لو صلى خارج المسجد اللي هو في المسجد لازم يبقى ايه؟ يبقى متصل بالامام، بحيث لو حب يوصل للامام يمشي بغير زورات بغير انحناءات، يبقى في المواجهه على طول. فهمت دي؟
يبقى لو كان خارج المسجد ما ينفعش الانحناء للوصول الى الامام، لكن لو كان داخل المسجد كحجرة داخلية في المسجد او كرواق من الاروقة في المساجد اللي هي فيها اروقة كثيرة، فلو ان يأتم بالامام ولو طالما الاثنين داخل المسجد، او يبقى هو مثلا حدود المسجد بالجدار معروف. الجدار بعدين في فصل حريم المسجد لو حكم ما هو حريم له. حريم المسجد لو حكم ما هو حريم له، لو في سور خارجي محوط ده كل ده مسجد يبقى له حكم المسجد. يبقى هنا اي بحيث يمكن الوصول الى الامام، ويشترط هنا ان يمكن الوصول اليه من هنا. يعني ايه؟ يعني في حاله ان يكون الامام في داخل المسجد والمأموم خارج المسجد، ادي معنى هنا في الصوره دي. انما احنا قايلين في صوره لما يبقوا الاثنين في المسجد ما يشترطش حكايه ايه، ان بس يشترط ان يبقى الباب مفتوح في اول تكبيره الاحرام بس، يبقى الباب مفتوح بس. لكن لو جال الهوى في اثناء الصلاه وراح رازع الباب قفل، فهمت ازاي؟ يبقى ما يدورش في الحالة. يبقى ويشترط هنا ان يمكن الوصول اليه من غير اضرار، يعني او وانعطاف بخلافه فيما تقدم اللي هو لما يبقوا الاثنين داخل المسجد. ويضر هنا الباب المردود في الابتداء، وفي الحالة دي هنا طالما انا خارج المسجد يضر لو كان باب المسجد مردود في الابتداء. هناك لو الباب مردود في الابتداء لكن مش مغلق ما يضرش، واحنا اثنين في مسجد واحد. لكن لما ابقى انا خارج المسجد وهم ما ينفعش الباب مردود في الابتداء. بخلافه في الاثناء فانه لا يضر، لانه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. ودي قاعده حط تحتها خط كده، دي قاعده فقهيه مهمه، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، قاعده. يعني ايه؟ هديك مثال. احنا الوقت كلنا بنلبس ايه؟ بنطلونات وكرافتات وبدل زي الافرنج، زي الجماعه الفرنجه اللي هم الكفار دول. ما كناش نعرف احنا البنطلون والقميص ولا الجاكيته الا لما جم الفرنسويه وجم الانجليز احتلوا بلادنا، وبعدين بعد كده قلعنا احنا الجبه والقفطان واللاسه والشال اللي هو لبس اجدادنا. ما كناش يعرفوا البنطلونات، مش كده؟ فبقينا في الاول متشبهين، والتشبه حرام. يبقى يحرم في الابتداء. وبعدين مرت الاجيال ومات جيل وجاجيل ومات جيل وجاجيل، وطلع الوقت الجيل من صغره شايف الواحد بيلبس كده على طول. يبقى لبس البدل دلوقتي يغتفر. ما يبقوش ليه؟ لانه ماشي مع القعد. لانه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. لان في اول التحول كان ايه؟ كان تشبه. في اول التحول ده كان تشبه. يعني لو جدك كان شافك لابس بنطلون وقميص وكرافتة وهو اصلا طول عمره بيلبس جبة وقفطان وعمة وراجل ازاري حافظ وكل الناس اللي في الشوارع ماشيين كده، هقولك انت عامل لي خواجة يا واد يا مجرم، تعالى هنا. مش كده برضو؟ هتعرينا في وسط الناس، صح ولا لا؟ في الاول كده. لكن دلوقتي خلاص مر جيل ومات جيل وجي جيل ومر جيل وجي جيل، بقى الوقت لما بيلبس كده بقى عادي، ما فيهاش حتى نية التشبه ولا واخد باله، صح ولا لا؟ ادي ماشية مع القاعدة. يبقى ايه؟ ما هو داخله في العاب المحكمة برضو. يبقى يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر ايه؟ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، دي قاعدة حلوة هتفيدك. الستات في اول القرن اللي يلبسوا بنطلون تشبه بالرجال، مش كده برضو؟ لانه ما كانش الستات تلبس بنطلون خالص، البنطلون ده سمة الرجال، مش كده؟ طيب مات جيل وطلع جيل ومات جيل وطلع جيل، وبقوا الستات بيلبسوا بنطلونات زي الرجاله بالتساوي، بحيث ان اللي بتلبس بنطلون ما بتبقاش في نيتها التشبه اصلا، ده بقى خلاص زي معتاد. يبقى يغتفر في الايه؟ في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. شفت القاعده دي مستقره في صور كثيره، مستقره ايه؟ في صور كثيره وفروع كثيره بما فيها هنا برضه في الصلاه. فتاخد بالك من مثل هذه القواعد لانها بتفيدك في الامور اللي بتجد في الحياه. قاعده يعني شكاله لا، دي قاعده من قواعد الفقه. قواعد فقه، وقواعد الفقه ما بقاش فيها مزاج.
قواعد الفقه بيبقى فيها فروع تختلف فيها المذاهب في الفروع المبنية عليه، لكن القاعدة كقاعدة كده ماشي، زي الأمور بمقاصدها، زي الضرر يزال، وزي مثلا المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، كل دي قواعد فقهية يندرج تحتها، زي إذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام، حريم الشيء له حكم وحريم له، كل دي قواعد فقهية ماشية، وينزل تحتها إيه فروع كثيرة من فروع الفقه، وتلاقيها في كتب الأشباه والنظائر، واخد بالك تجدها في كروب في كتب الأشباه والنظائر. ويضر هنا أيضا الباب المغلوق ابتداء ودواما على المعتمد، لكن لو الباب إيه لو الباب هنا مردود ابتداء ودواما مغلق بقى غير مردود، المردود يعني كده موارب لكن مش مغلق، هنا بقى مغلق. ويضر أيضا هنا أيضا الباب المغلوق ابتداء يعني في أول الصلاة ودواما على المعتمد، خلافا لظاهر كلام الخطيب حيث قال نعم، قال البغوي في فتاويه لو كان الباب مفتوحا وقت الإحرام فانغلق في أثناء الصلاة لم يضر انتهى، فما جرى عليه ضعيف. يعني لو الباب احنا قلنا لك لو احنا الاثنين بنصلي انا والامام في داخل المسجد، وانا بصلي في حجرة ملحقة بالمسجد داخل المسجد، وبعدين يبقى يضر لو بدأت الصلاة والباب مغلق، لكن لو جال هوا قفله في اثناء الصلاة ما يضرش لان احنا الاثنين داخل المسجد. لكن لو انا بصلي خارج المسجد والامام داخل المسجد يبقى يضر غلق الباب في الابتداء ويضر في ايه في الدوام كمان. يعني حتى لو جاء في اثناء الصلاة الباب اترد وترزع قفل يبقى انقطعت ايه المتابعة، انقطعت المتابعة تضر. فهمتني بقى؟ دي فيها رأيين لا الخطيب الشربيني مش على الضعيف، مش على الضعيف. وبعضهم قال المراد بالغلق الرد وفيه بعد. في بعض الناس بتقول لك لا ده الخطيب الشربيني ما بيقول مغلق يقصد مردود عشان عايز يصحح كلام امامه، يعني عايز يحمل محمل البلد. ما نقول ان الخطيب خد رأي ضعيف ومشي عليه يقول لك لا ده الخطيب الشربيني ما بيقول مغلق يقصد ايه يقصد مردود، لانه في كتاب شارح اسمه الاقناع، الخطيب الشربيني شارح الايه شارح متن الغاية والتقريب في كتاب اسمه الاقناع، وكان مقرر على الازهر، وكانوا العيال الازهرية حافظينه زمان من 200 سنة ولا 50 سنة ولا 100 سنة، كان ده بالنسبة للشافعية زي جدول الضرب كتاب الاقناع الخطيب الشربيني. وبعد كده لما يكبر شوية يقرأ المنهاج للخطيب الشربيني، واخد بالك، ولما يكبر شوية يطالع بقى المجموع ويطلع الحاوي للمواردي ويطلع الروضة ومختصرات الروضة، كل ما يكبر كل مستوى وكل تعمق ليه الكتب بتاعته في المذهب الواحد. وبعضهم قال المراد بالغلق الرد وفيه بعد، أما الباب المفتوح فيجوز اقتداء الواقف بحذائه والصف متصل به وكذا من خلفه، ويكون ذلك الواقف في حذائه رابطة بينهم وبين الإمام وهو في حقهم كالإمام، فلا يجوز تقدمهم عليه كما لا يجوز تقدمهم على الإمام بخلاف العادل عن محاذاته، فلا يجوز اقتداؤه إلا بالرابطة المذكورة للحائل بينه وبين الإمام. يعني لازم لما الباب يبقى مفتوح وواحد واقف عند الباب وأنا بصلي خارج المسجد يبقى الواقف على الباب ده هو بالنسبة لي الرابطة اللي بيني وبين كأنه إمامي، لا يجوز التقدم عليه في الموقف ولا يجوز حتى مساواة، لأنه بقى بالنسبة لي أنا بتابع من خلاله، واخد بالك. أي بين الإمام والمأموم، تفسير لقوله هناك قول جاز الاقتداء جواب أن زي إيه بيقول إيه جاز الاقتداء وتعتبر، وهو أي المأموم عالم بصلاة أي الإمام، ولا حائل هناك أي بين الإمام والمأموم جاز الاقتداء جواب إن بأن لم تزد مسافة ما بينهما على 300 ذراع جوابها جاي إيه جاز الاقتداء جواب أن في قوله وإن صلى وإن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد جاز الاقتداء باعتبار المسافة، أدي معنى.
وتعتبر المسافة المذكورة أي 300 ذراع 300 ذراع، مش تقول الثلث 100، 300 ده 33 وثلث 300، يقول لك 300 ثلث 100، لا هي 300 يعني 300، خلاص أي 300 ذراع تقريبا. وقوله من آخر المسجد أي من الطرف الذي يلي المأموم فيما إذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارجه، أو من الطرف الذي يلي الإمام فيما إذا كان المأموم في المسجد والإمام خارجه. ولو عكسنا يبقى تعتبر المسافة برضه، لو الإمام واقف إيه خارج المسجد في الشارع متقدم على القبلة كده وطلع وصلى في الشارع وأنا هصلي داخل المسجد، يبقى لازم تعتبر برضه المسافة بين الإمام والمأموم والإمام خارج، يبقى برضه ما تزيدش عن 300 ذراع عشان يصح الاقتداء. فعلى كل من الصورتين لا يحسب المسجد من المسافة لأنه محل الصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل. فراغ المسجد نفسه ما يحسبش في المسافة، فراغ المسجد. فهمتني ازاي؟ لو الإمام خارج المسجد يبقى العبرة بالإمام، ولو أنا بصلي خارج المسجد والإمام في المسجد العبرة بجدار المسجد اللي من جهة. واضح؟ يعني لو أنا جوه المسجد وبيني وبين بداية المسجد 300 ذراع ما يضرش، فراغ المسجد مش محسوب، فراغ المسجد مش محسوب. وإن كان الإمام والمأموم في غير المسجد، الصورة الأخيرة دي بقى إحنا الاتنين بنصلي في الشارع، أنا والإمام بنصلي في الشارع، يعني إحنا اتنين في غير، هذه هي الحالة الرابعة وتحتها أربع صور، لأنها إما أن يكون في فضاء، وإما أن يكون في بناء، وإما أن يكون الإمام في فضاء والمأموم في بناء، أو الإمام في بناء والمأموم في فضاء، يبقى دي الأربع صور، الأربع احتمالات، كويس؟ كما أشار إليه الشارح بقوله إما فضاء أو بناء فهو تعميم في غير المسجد ويصدق بالصور الأربعة المتقدمة، فالشرط برضه في الحالة دي ألا يزيد ما بينهما أي بين الإمامين أو شخصين ممن اهتم بالإمام خلفه أو بجانبه، وقوله على 300 ذراع أي بذراع الآدم تقريبا. فلا يضر زيادة ثلاثة أذرع كما مر. احنا قلنا الذراع عبارة عن 24 أصبع مستعرضة، ده الذراع 24 صباع مستعرض كده يطلع الذراع، والصباع الواحد 12 شعيرة، لما تجيب الشعير من عند بتاع الشعير تحط 12 شعيرة تعمل لك الصباع، كويس؟ عشان تعرف تحسبها سهلة، يعني ممكن تروح بتاع الشعير النهاردة تجيب 12 شعيرة تحطهم جنب بعض وتقيس بالمسطرة 12 شعيرة تقول لهم قد ايه واضربهم في 24 يطلع الذراع، تقوم تعرف تحسب. زمان عملناها طلع حوالي 40 سنتي تقريبا. والا يكون بينهما حائل اي مما مر كالباب المردود وابتداء، وكالباب المردود ابتداء بخلافه دواما، وكالباب المغلوق مطلقا سواء في الابتداء او في الدوام او في الاثناء، ده يضر، الغلق يضر مطلقا والرد يضر في الابتداء دون ايه الدوام. واما الباب المفتوح فيصح اقتداء الواقف بحذائه وكذا من خلفه او بجانبه كما مر، ولا يضر في جميع ما ذكر شارع، شو خد بالك اقول اللي انت كنت بتسال عليها، ولا يضر في جميع ما ذكر شارع ولو كثر طروقه، ولو كثر الناس والزحام ماشيه لدرجه انك انت يعني الناس ما بتهداش راحه جايه، ادي معنى ولو كثر طروق، ولا نهر وان احوج الى سباحه وهي بكسر السين العوم، السباحه بكسر السين العوم، شوف يدخلوا له في موضوع تاني، وهو علم لا ينسى، وهو علم لا ينسى العوم، يعني السباحه يعني علم لا ينسى، دخل في موضوع تاني يغرق. يقول ما هو عندك ركوب العجل وسواقه العربيه والسباحه والمشي على الحبل، حاجات كده العلم علم لا ينسى، يعني لو اتعلمت تمشي على الحبل تمام زي البهلوانات في السيرك وساب السيرك 10 سنين يجي يحط له الحبل يمشي عليه رهوان، ولو برضه اتعلم السباحه وساب البحار والحاجات دي عمره ما تعرض للميه دي 30 سنه وجم رموه مره في البحر يعوم ما ينساهوش، وكذلك لو ساق عربيه ومارسها فتره يعني وبعدين ساب 10 20 سنه وطلع يركب العربيه يسوقها على طول، خدت بالك؟ دي علوم لا تنسى، عشان كده بيقول لك وهو علم لا ينسى
لأنهما لم يعد للحيلولة. دخل في الموضوع الأولاني كأن دي جملة اعتراضية. لأنهما اللي هي الطريق والنهر، لأنهما اللي هو الطريق والنهر، لأنهما لم يعد للحيلولة، لأنهم مش معمولين مخصوص عشان يحولوا، ده جايين كده اتفاقا، يعني الطريق معمول اتفاقا مش معمول عشان يحول أصلا، فهمتني ازاي؟ والنهر كذلك. كده خلصنا تقريبا الباقي تتمة بقى، تتمة مهمة دي خد بالك منها. أفضل الجماعات مطلقا ايه هي؟ جماعة الايه؟ الجمعة، الجماعة في الجمعة. تاني حاجة صبح الجمعة، فجر الجمعة أفضل جماعة بعد صلاة الجمعة، يبقى أفضل الجماعات ثوابا وأجرا هي جماعة صلاة الجمعة في الأسبوع كله. طب وأفضل فجر وأفضل صلاة في الخمس صلوات في الأسبوع كله فجر الجمعة، واخد بالك؟ شكرا وعضيع فجر الجمعة على قد ما تقدر، ولا عصر الجمعة لأنه يلي على طول عصر الجمعة في الأفضلية، خد بالك. يبقى أفضل الجماعات الجماعة في الجمعة، ثم في صبحها، ثم في صبح غيرها يبقى فجر كل يوم، ثم في العشاء، ثم في العصر، خد بالك. وأفضل العصر هو عصر الجمعة طبعا. وأما الجماعة في الظهر والجماعة في المغرب فهما سواء في الفضيلة، وتنقطع الجماعة بخروج إمامه من صلاته بحدث أو غيره. افرض الإمام أحدث انتقد وضوء، تنقطع الجماعة يستخلف، وللمأموم قطعها بنية المفارقة بقلبه. في الحالة دي ممكن يقطعها بنية المفارقة بقلبه ويتم الصلاة عادي ويكمل على ما هو عليه ويتم صلاته، كويس. لكنه يكره إلا لعذر كمرض، وللمأموم قطع نية المتابعة، يعني نية المتابعة مطلقا الإمام بنية المفارقة، يعني أنا نويت وراء إمام ليا أن أنا بعد ما أنوي في أثناء الصلاة في الركعة الثانية في الركعة الثالثة في الركعة الأولى حتى أنوي المفارقة، وأفضل خليني في الصف واقف زي ما أنا أنوي المفارقة بقلبي وأكمل صلاتي لوحدي وأنصرف وأمشي. افتكرت معاد مهم مثلا بعد ما نويت الجماعة، افتكرت معاد مهم، واخد بالك، فعايز أن أصلي صلاة سريعة عشان ألحق المعاد، كنت نسيه فاهم، أو لقيت الإمام طول قوي، أنا داخل إن الصلاة المعتادة كده أربع ركعات يعني 10 دقايق، لقيت الإمام خد العشر دقايق دي في الركعة الأولى لسه، وماشي بقى براحته قوي، وأنا كمان عندي وقت، ما عندي، واخد بالك، يبقى في أعذار، خدت بالك؟ لا لسه. فبيقول لك هنا إيه؟ وللمأموم قطعها بنية المفارقة، المفارقة دي محلها القلب يعني، لكنه يكره إنك تفارق الإمام إلا لعذر كمرض. جات لي مغصه جديده وعايز اخش عندي اسهال، كلت كشري، واخد بالك، واضطريت مغصه، فهمتني ازاي؟ ادي مرض اهو جالي فجاه، او عندي فجاه البول حصرني، لكن انا ممكن انا فاضل لي ركعه واخلص، ممكن امسك نفس الركعه دي واخلص، لكن الامام بقى براحته فين بقى يركع ويقول يا رب يرفع مش عايز، يبقى انا جالي عذر مرض هنا، خدت بالك ازاي؟ مغص شديد او حاجة الم شديد، اي حاجة من اي شيء من هذا، يبقى هنا ايه؟ دي الاعذار، الا لعذر كمرض وتطويل امام، وامام طول، وتركه سنة مقصودة كتشهد اول، او ان الامام ايه ترك التشهد الاول اللي هو الاوسطاني، واخد بالك ازاي؟ متعمد فاسيبه، او اتضح لي ان هو غير قارئ بيقرأ الفاتحة ما بيراعيش في الفتحة قراءات الفتحة المضبوطة بالشروط المضبوطة، فأنا عرفت أنه أمي لا يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، أنه المفارقة وكمل. وما أدركه مسبوق دخل في حاجة تانية، فهو أول صلاة. حتى تأذن؟ طب أذن ونكمل دي بعد الأذان وبعدين نصلي إن شاء الله، فاضل كم سطر بسيط. على آله وصحبه وسلم. كل دي تبع التتمات اللي قايلها، خد بالك. وما أدركه مسبوق فهو أول صلاتي. أنا دلوقتي لما باجي ألحق الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة، الركعة اللي أنا ببتديها مع الإمام الإمام دي بالنسبة لي أنا الركعة الأولى ولا الركعة الثالثة زي الإمام؟
بحيث ان انا ما بجيب اللي عليا بقضيه ولا بأتم. فهمت المسألة دي؟ يعني انا لحقت الامام في الركعة الثالثة في صلاة العشاء، الامام في الركعة الثالثة وانا رحت ناوي لسه داخل اهو، انا بالنسبة لي الركعة دي اولى، واخد بالك؟ ويبقى وبالنسبة للامام ثالثة، ولا انا بالنسبة لي ثالثة زي الامام، ولما الامام بيسلم بقضي واجيب الاولى والثانية اللي عليا. فهمت المسألة؟ عايز يقول لك هنا بقى الحتة دي ايه حلها، او رأي الشافعية الراجح يعني، لان في حديثين اصل في المسألة: ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، روايتين. فرواية فاتموا يبقى معناه انا بالنسبة لي الركعة الاولى بغض النظر عن ترتيب ركعات الامام، وانا باتم صلاتي بعد كده. ورواية فاقضوا يبقى معناه ان انا بادرك مع الامام الركعة الرابعة، وبالنسبة لي رابعة برضه، وبعد ما بيسلم الإمام يبقى أنا بجيب الأولى وبجيب الثانية وبجيب الثالثة وأسلم. فهمت؟ على رواية فقده. إحنا خدنا رواية فأتمه بدلا من رواية فقده، واعتبرنا إن رواية فقده رواية بالمعنى. رواية بالمعنى. ليه؟ لأن ما ينفعش لصلاة الركعة الثانية وأنا ما عملتش الأولى. ما ينبنيش عقلا، ما ينبنيش عقلا ان انا اعمل الدور الثاني وانا ما عملش الدور الاول، مش كده برضه؟ مش هترتب، لان الصلاه كبناء كده لازم ارتب. وعشان كده الشافعي اعتبروا ان روايه فقده روايه بالمعنى، وان الروايه الدقيقه فاتموا. فخدوا بايه؟ بان اللي بتدركه مع الامام هو بالنسبه لك ركعه اولى بغض النظر عن رقم هذه الركعه عند الامام. فهمتني ازاي؟ مهمه الحته دي. طيب، ولو وما أدركه مسبوق في أول صلاته فيعيد في ثانية صبح الإيه؟ وما أدركه مسبوق فهو أول صلاته. يبقى أنا أدركت مع الإمام في صلاة الصبح الركعة الثانية، وإحنا عندنا في الركعة الثانية الإمام الشافعي بيقنط: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، مش كده؟ جاء الإمام سلم، أنا علي ركعة وما أجيب ركعة، بالنسبة لي الثانية أقنط ثاني. واضح؟ ادي معنى اللي هينبني عليها الحاجات دي. يبقى انا لما هجيب الركعه الثانيه في صلاه الصبح عليا قنوت ثاني، لان انا بالنسبه لي ثانيه. طب وانا قنت مع الامام؟ ما انا قنت مع الامام متابعه للامام، لكن دي بالنسبه لي ركعه اولى. فهمتني ازاي؟ وقنت مع الامام في الركعه الاولى متابعه فقط لوجوب المتابعه. فهمتني؟ لكن مش محسوب قنوت. يبقى علشان كده بيقول ايه؟ وما أدركه مسبوق فهو أول صلاتي فيعيد في ثانية صبح القنوت وفي ثانية مغرب التشهد. أنا جيت أدركت الإمام، أدركت الإمام وهو قاعد يقرأ التشهد الأوسط في صلاة المغرب، كويس، وأنا حصل لي مغرب، فرحت قلت الله أكبر تكبيرة الإحرام ونويت صلاة المغرب مقتديا أداء، ورحت قاعد أقرأ التشهد متابعة للإمام. يبقى قريت نصف تشهد ورحت قايم مع الإمام، وراح الإمام قعد تاني في الركعة الثالثة وقرأ تشهد كامل، قعدت معاه وقريت تشهد كامل، سلم الإمام، قمت أنا أجيب بقى الركعة الثانية. يبقى الركعة اللي هجيبها دي أقعد فيها أقرأ تشهد ثالث، لأن بالنسبة لي الثانية، مش كده برضه؟ وبعدين أجيب الركعة الأخيرة بالنسبة لي ثالثة، أجيب تشهد رابع، يبقى دي صورة أقرأ أربع تشهدات في مغرب. كانوا ساعات مشايخنا زمان واحنا صغيرين يقول لنا: متى تصلي المغرب باربع تشهدات؟ يوم الطالب اللي مش مذاكر يقول: شوف تعجيز المشايخ، بيعجزونا بقى المغرب ثلاث ركعات حق اربع تشهدات. فهمت ازاي؟ علشان الشيخ عايز يشوفك انت يعني فاهم الصوره دي ولا لا. هذه الحكايه. طب في القنوت يا دكتور، يبقى هنا بيقول ايه؟ طب نخلص بس. وفي ثانيه مغرب التشهد، ولو ادرك المسبوق الامام في ركوع محسوب للامام واطمأن يقينا قبل ارتفاع إمامه عن أقله أدرك الركعة. لو أنا أدركت الإمام في ركوع محسوب، قال لو في ركوع مش محسوب، الركوع الأول في صلاة إيه؟ في صلاة الكسوف، ما هو صلاة الكسوف بيركع ركوعين، مش كده؟ وقراءتين. فالركوع الأول ده ما بيتبعوش سجود،
ده بيتبعه قيامه قراءة جديدة، مش كده برضو؟ لازم ركوع محسوب. طب وفي ركوع محسوب غير محسوب تاني؟ لو كان ركع وقال سمع الله لمن حمده ونسي انه ركع، فركع تاني نسيانا، فده ركوع غير محسوب. فانا لو ادركته في الركوع اللي بيعمله وناسي، ده مش محسوب برضو، لانه ده نسيانا. فهمتني؟ عشان كده قال لك في ركوع محسوب. كلامهم مش اي كلام، المشايخ دول عندهم دقة. لو قال لك ولو ادرك الامام في ركوع للامام واطمأن، يبقى ادرك الركعة، يبقى معناه ان هتفوتك الصور دي. لو ادركته في ركوع وهو ناسي زائد افتكر ان انا ادركت الركعة، يبقى لازم ركوع محسوب. فهمتني ازاي؟ واطمأن يقينا، ولازم كمان اطمئن يقينا، راكع يقين كده، يعني يستقر كل جوارحي قبل ما الامام يرفع، عشان يبقى ساعتها اتحسبت ركعة وتسقط عني قراءة الفتح. كويس؟ ولو ادرك المسبوق الامام في ركوع محسوب للامام واطمأن يقينا قبل ارتفاع امامه عن اقله، ايه اقل الايه؟ ايه اقل الركوع؟ يعني اطمأنيت قبل ما الامام يرفع عن اقل الركوع، ايه اقل الركوع؟ وايه اكمل الركوع؟ دي قريناها زمان للي بيذاكروا. اقل الركوع انك انت كفيك يطول ركبتيك مع الانحناء الخفيف لمعتدل الخلقة. معتدل الخلقة يعني واحد ايديه ورجليه متناسقة وكتافه متناسقة، ده معتدل الخلقة. لكن في ناس اصلا مش معتدل الخلقة، يبقى واقف كده ومدلدل ايده واصل ركبته وطاير ركبته وهو واقف، ده مش معتدل الخلقة. ايه هو معتدل الخلقة؟ اللي هو لو فرد ايديه كده وبالعرض كده زي اللي بيعملوا تدريبات رياضية، ويحسب الطول من طرف صوابعه صباعه اليمين لطرف صباعه الطويل الاوسط الايسر، يلاقيه نفس طوله من راسه لرجليه. لو الاثنين دول متساويين، واللي يعرف الحكاية دي الترسي وهو بيقيس ويعمل لك البدلة ويقيس، يوم يقول لك ده انت اديك طويلة اسحبت البيت، يعرف على طول. ليه؟ لانه بيبقى واخد الطول وحافظ هو المناظر دي، عارف مين معتدل الخلقة مين معتدل الخلقة. يبقى ايه ادنى الركوع عند معتدل الخلقة؟ ايه؟ انه ينحني واول ما ايده تلمس ركبه، يبقى ده ادنى الركوع. يبقى لازم ادرك الامام واطمئن في الركوع قبل ما الامام يوصل لادنى الركوع. يعني اما بيرفع كده بيمر بمرحلة يبقى ايده لسه لمسه ركبته ومنحني لكن ما استقاش. لو ادركته هو في اللحظة دي واطمئنيت يبقى اتحسبت ركعة. لكن لو ادركت واطمئنيت بعد ما عدى اللحظة دي ما تتحسبش الركعة. خدت بالك؟ نقطة مهمة وعد عليا بالنواجز، واصحى يا نايم وحد الدايم. ولو أدرك المسبوق الإمام في ركوع محسوب للإمام واطمأن يقينا قبل ارتفاع إمامه عن أقله، أقل الركوع، أدرك الركعة ويكبر في هذه الحالة، في الحالة دي يعمل إيه؟ بيكبر تكبيرة إحرام ويكبر تكبيرة ثانية انتقال. لكن لو كبر تكبيرة إحرام بس وما كبرش تكبيرة انتقال ما يجرش حاجة، لأن تكبيرات الانتقال من الهيئات، سنة من الهيئات، ولا تكبر بالسهو كمان. فهمتني؟ لكن الكمال إنه يكبر تكبيرة إحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن، وبعدين يكبر تكبيرة ثانية انتقال عشان حيركب. واضح؟ تكبير الإحرام يلزمه معتدل. طبعا هو في كمال الاعتدال وعد الاعتدال ألا يصل إلى أدنى الركوع. يعني يقول رأى أكبر قبل ما يجي لأدنى الركوع، لو جات رأى أكبر وهو إيديه طايلة ركبه ومنحني يبقى إيه؟ يبقى كده ما توفرش شرط القيام لتكبيرة الإحرام، يبقى ما دخلش في الصلاة. واضح؟ حاجات مهمة دي. فلو كبر، خد بالك، وفي هذه الحالة تكبيرة الإحرام للتحرم وتكبيرة للتحرم اللي هو الإحرام وأخرى للركوع. فلو كبر واحدة فإن نوى بها التحرم فقط وأتمها قبل هويه انعقدت صلاة، وإلا لم تنعقد. واخد بالك؟ لأنه لو كبرها وهو بيهوي كده بيثني نفسه، يبقى ما توفرش شرط الايه؟ القيام لتكبيرة الإحرام. مش احنا قايلين ان القيام مع القدرة عند تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة من أركان الصلاة؟ القيام مع القدرة عند تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة.
ولو أدركه في اعتداله فما بعده؟ طب أنا أدركت الإمام بعد ما قال سمع الله لمن حمده في اعتدالي، يبقى أنا أتابع الإمام في إيه أعماله، وكل ده لحد ما يقف يقرأ فتحة تاني مش محسوب عندي، مش محسوب ركعة بقى، لكن بتابعه ليه؟ بتابعه متابعة له. واضح؟ ولو أدركه في اعتداله فما بعده وافقه فيه وفي ذكره وفي الأذكار بتاعه، يعني سمع الله ومن حمد ربنا لك الحمد، ويسجد ويقول تسبيحات السجود، ويجلس بين السجدتين ويدعي دعاء بين السجد، وهكذا يتابعه حتى في الأذكار، وذكر انتقال عنه وافقه فيه، يعني في الاعتدال يعني، وفي ذكره ذكر الاعتدال وذكر انتقال عنه اللي هو الله أكبر، لا ذكر انتقال إليه، لا ذكر انتقال إليه لأنه علشان يبقى وراء إمامه ما يسبقوش. وإذا سلم إمامه وقام المسبوق كبر لقيامه، يعني لما الإمام يسلم أنت بتستنى لما يسلم التسليمتين وبعدين تقول الله أكبر وتقف، مش تقف ساكت، تكبر للقيام إن كان في محل جلوسه، وإلا فلا، كبر لقيامه إن كان في محل جلوسه وإلا فلا. يعني افرض إن أنا ناويت الإمام ساب الصلاة وهو مش في محل الجلوس، ساب الصلاة وهو واقف لأي سبب طرأ عليه، فأنا هتم الوحدة، يبقى أنا مش هكبر بقى، هتم زي ما أنا واقف. لكن لو أنا انتهت متابعتي للإمام وهو في محل الجلوس وعايز أقف، بقى أكبر للوقوف للانتقال. وتجوز، وداخل في حتة تانية، وتجوز الاستنابة في الإمامة. افرض إن أنا إمام بصلي بالناس وطرأ علي عذر في أثناء الصلاة، خرج مني ريح، افتكرت إن أنا يعني ثوبي فيه نوع من النجاسة أو شيء من هذا، يبقى في الحالة دي إيه؟ أستنين، أقول للواحد من اللي خلفي أتم الصلاة يا فلان وانصرف. وتجوز الاستنابة في الإمامة ونحوها من سائر الوظائف ولو بغير إذن الواقف، ولو بغير إذن الواقف، يعني مش شرط إن أنا أستأذنه قبل الصلاة أقول له يا فلان على فكرة أنا يمكن أبقى أستنيبك، موافق ولا لأ؟ لا مش شرط، ده ممكن يطلع العذر وأقوله له بغير إذنه. ولو بدون عذر إذا استناب مثله أو خيرا منه، وله أن يستنيب مثله أو خير منه بدون عذر. يعني أنا دخلت في الصلاة كده وبعدين بعد ما نويت افتكرت إن أنا ورايا الدكتور علي جمعة مفتي مصر، الله ده أنا هصلي بإمام معقول، وأنا راجل كده إمام في الأوقاف على قد حالي، فأنا إيه حدثت نفسي، فأروح في الحالة دي أروح إيه ممكن إن أنا أستنيبه، أقول له تقدم يا إمام، واخد بالك، وأروح إيه واقف أنا مكانه وهو يتقدم وأنوي بقى إيه النية. بس لو عملتها مع الدكتور علي هيتخانق معايا عشان هو ما بيحبش يصلي إمام. لكن إيه تاخد بالك، هما بيقولوا كده ليه؟ لأن سيدنا أبي بكر في مرض وفاة النبي الرسول قال له روح أم الناس، فلما وقف في الإيه في القبلة وكان لا يلتفت، الرسول وجد في نفسه نشاط فتقدم وكان مستند على سيدنا علي والفضل، وكانت القدمات تخطان الأرض لحد ما جاء وقف في الصف، وكل المسجد بيقول سبحان الله ان سيدنا ابو بكر يلتفت، فلما لقى المسجد ضج فالتفت وجد مين خلفه؟ سيدنا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم اشار اليه ان قف يعني مكانه، فايه فبرضه ما رضاش يسمع الكلام، ادي بغير اذنه لان الرسول افضل منه، مش معقول بقى، مش مستحمل يصلي امامه الرسول خلفه، فراح تراجع وإيه وصلى مأموما بالرسول وبقى يبلغ الناس، لأن كان صوت النبي خفيض لأنه كان مريض في مرض وفاة. فعرفوا الحاجات دي كلها من فعل سيدنا أبي بكر، ولا بعد الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له ما منعك أن تصلي بالناس إذ أمرتك، الإشارة أمره فيها قال له قف، قال ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم القوم ورسول بينهم، كويس،
فاستدل الشافعية على تقديم الأدب على الاتباع، ومن هنا قالوا تقول سيدنا محمد في التشهد وفي الأذان والإقامة أولى من الاتباع، وتقول أشهد أن محمد رسول الله بغير سيدنا، لأن سيدنا أدب مقدم على الاتباع، والنبي أقر سيدنا أبو بكر في عدم تقدمي عليه في الإمامة بالرغم أمره له أن يفعل. فهمت؟ شفت الشافعية أقوية إزاي؟ فاستدلوا من الصورة دي لحاجة تانية، تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله وأنت في التشهد وتصلي اللهم صل على سيدنا محمد، ولا تقول اللهم صل على محمد. الشافعي يقول لك لا، يفضل تقول سيدنا محمد. يوم يجي يرد عليك التاني المعارض يقول لك بس الوارد ما فيش سيدنا، انت كده هتخالف الاتباع. تقول له النبي قال انا سيد ولا لآدم ولا فخر، وربنا قال لا تجعلوا دعاء الرسول منكم كدعاء بعضكم بعض، وتقديم الادب على الاتباع مطلوب، حيث ان سيدنا ابو بكر فعل ذلك واقر النبي. ادي الردود الايه الحلوه. سيدنا علي لما قالوش، وسيدنا علي في صلح الحديبيه لما قال هذا مع هذا بي محمد رسول الله سهيل بن عمرو، فقام سهيل بن عمرو قال له ايه؟ قال له لا انت محمد بن عبد الله، ما هو لو رسول الله واحنا معترفين ما كناش خانقنا، انت محمد بن عبد الله. فسيدنا رسول الله لما لقى ان المصلحه العامه مقدمه على المصلحه الخاصه تنازل عن حقه، وقال لسيدنا علي ايه؟ امحوها يا علي، يكتب محمد بن عبد الله. سيدنا علي قال ايه؟ امحوها، ده فعل امر اهو. فقام سيدنا علي قال ايه؟ والله لا امحوها ابدا. يبقى قدم الايه؟ الادب. واللي محاها مين؟ سيدنا رسول الله باصبعه الشريف. وده حصل مع سيدنا علي لما حصل خلاف بينه وبين معاويه بن ابي سفيان، شوف مرت السنين فكاتبين الصلح، هذا ما عهد به علي بن ابي طالب خليفه رسول الله. فقالوا لا انت مش خليفه رسول الله، احنا لسه ما بيعناكش. فهمتني ازاي؟ فراح محاه لتقديم المصلحه. فلما جم الخوارج خرجوا على سيدنا علي وزعل، قام سيدنا عبد الله بن عباس لما راح ايه يحاورهم قال لهم انتوا زعلانين ليه؟ قالوا له زعلانين عشان ثلاث حاجات، انه ما اثرش، لم ياثر القوات اللي هو بيقاتلها من المخالفين، ما اثرهمش، دي حاجه. والحاجه الثانيه انه قبل الحكمين، حكم الحكمين والحكم لله. والحاجه الثالثه انه شطب ومسح خليفة رسول الله، يبقى لا يرى في نفسه انه خليفة. فاحنا خرجنا عنه عشان الثلاث حاجات دي. فهمتني ازاي؟ فقام سيدنا عبد الله بن عباس قال لهم اكنتم تحبون ان يأسر امكم عائشة وكانت في موقعة الجمل؟ يبقى قتال المسلمين البغاة غير قتال الكفار. الكافر أأسره، لكن المسلم الباغي ما أأسروش. فسكتوا، دي أول رد. وبعدين قبوله الحكمين وهم من البشر، وانتوا بتقولوا الحكم لله. قال ربنا سبحانه وتعالى بيقول علشان يحقن دماء الحيوان في الحرم وليحكم به ذو عدل منكم، يبقى مش لا يقبل حكمين اللي يحقن دماء المسلمين، أيهما أولى، دماء الحيوان ولا المسلمين؟ والرسول نظر للكعبة وقال إن حرمة المسلم عند الله أشد. سكتوا كبس. شوف سيدنا عبد الله بن عباس قوي في الحج. وجالهم في الثالثة قال والله لقد فعلها رسول الله في صلح الحديبية عندما قال له سهيل بن عمرو أنت لست رسول الله، امحوها فمحاه وهو رسول الله. يبقى محو لها مش معناه أنه هو بيقول أنا مش خليفة رسول الله، ده علشان بيقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. فتاب على ايده في المناقشة دي 10,000 منهم تاب، والباقيين فضلوا برضو ايه بينكفوا. فاخد بالك من الحتة دي. ولو بدون عذر اذا استناب مثله او خيرا منه ويستحق المستنيب جميع المعلوم. خد بالك، كان زمان الامام بيتعينوه ويدلوا اجر علشان بيهم الناس في الصلاة، معينينه امام راتب وبيقبض. طب انا استنبت واحد قلت له يا جدع انت صلي بالناس وانا مسافر ايه اسبوع الصعيد هشوف ابويا عيان، صلي بيهم اسبوع، يبقى يستحق هو بقى جميع المعلوم، يعني الاجره بتاعت الامامه بتاعت ايه الاسبوع ده. يعني معناه ويستحق المستنيب جميع المعلوم، ويستحق النائب، ويستحق المستنيب جميع المعلوم، ويستحق النائب ما التزمه له المستنيب،
وان افتى ابن عبد السلام بانه لا يستحقه واحد منهما. بيقول لك في الحاله دي سيدنا العز بن عبد السلام قال لما يستنيبه يسيبه يبقى ما ياخدش المعلوم بتاعه في الفتره دي لانه ما اشتغلهاش، واللي استنابه ما ياخدهاش لانه الامام الكبير اللي هو وظفه ما استنبوش، فلا ده ياخد ولا ده ياخد. التانيين قالوا لا، ده المستنيب يستحق جميع المعلوم طالما استنب باذنه، والتاني قبل انه هي نوب. انت ازاي يبقى دي فيها خلاف بين العلماء؟ سيدنا العز بن عبد السلام قال لا يستحقه واحد منهما لان المستنيب لم يباشر والنائب لم ياذن له الناظر، واضح اللي هو وزير الاوقاف يعني او الوزاره يعني، فلا ولايه له بخلاف ما لو باشر شخص الوظيفه بلا استنابه من صاحبها فلا يستحق المباشر شيئا لعدم التزام صاحب الوظيفه له عوضا. زي ما واحد بيتطوع كده من اهل الحي ويخش يصلي امام بالناس، لما يغيب ايه؟ لما يغيب الامام الراتب ده ما يستحقش حاجه عوض معين، يعني ما يجيش في الاخر يقول له اديني المرتب اللي انت قبضته، انا الشهر ده كله انا اللي مصلي بالناس، انت ما جيتش ما ينفعش. ولا يستحق صاحب الوظيفه لعدم مباشرته مع عدم تنبيهه، ولما يغيب الشهر ده ما يستحقش برضه لانه ما اشتغلوش. فحيث لم يباشر صاحب الوظيفه لم يستحق المعلوم الا ان منعه الناظر او نحوه من المباشره فيستحق لعذره حينئذ. لكن لو جاء المفتش قال له ما تصليش بالناس الشهر ده، بيعاقبه مثلا لاي سبب، يبقى ياخد المعلوم برضه، واخد بالك؟ لان هو امتنع عن الصلاه العذر، هو اللي منعه، فيروح يقبض مرتبه برضه. فهمتني؟ ونقف على ايه؟ فصل في قصر الصلاه وجمعها اللي هي صلاه قصر الصلاه للمسافر ان شاء الله يوم السبت القادم باذن الله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك اليك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت ذكرنا وفق عن